تعمل الليلة الليلة، احنا هنمشي وراها، انت اللي هتنبق، انت اللي هتزبط الليلة. يلا من باريس ولا باريس ده؟ تمني حتى يا برينس، انت جاي منين النهاردة؟ انت جاي برشلونة؟ وعكون جاي من أميان. لا يا لازم انا ذاتي جاي كده لقيت نفسي في باريس. اشتغلني، المعلم بدأ يشتغلنا دلوقتي. لا والله انت فين ساكن؟ فين والله العظيم؟ انت عارف انا من المانيا، انا ورد ساكن جديد يعني، ورغم ليس انا بس لكن ما نورتش في محل واحد مره، شهر يعني شهر في بلجيكا، شهر في المانيا. بس انتوا تحت علينا، انتوا تحت علينا ليه الميه؟ تحت علينا الميه ليه؟ يا عم ده طلع سيدي ده مقطوع زيي. انا مقطوع يا عم، ده طلع مقطوع عليه زيي. عمال انت تدونا انت عمال تضرب من الصوت. طب قول لي انت ضرب ايه النهارده؟ ايه هي الحاجات البسيطه يا عم؟ لا انت ضرب حاجة. احنا مش هننزل بالله رجال، نفوت بلاس نتليش وننزل الكل. انت هتروح على شابيل ولا هتيجي معانا ابويا؟ يا عم تنين معانا يا تنين. مش معروفة يا الله. اسمع يا تنين، انت معانا اتفقنا؟ ماشي يا بوش. ولا هتمشي لغيرها شابيل خلاص؟ هتمشي؟ شكلك راح على بلجيكا. اه والله يعني المترو ده ما بيروح. ها؟ المترو ده ما بيروح. المترو ايه يعني ما يروحش؟ يعني هتمشي بالقطار يا عم. هتمشي بالقطار؟ لا مش هنمشي بالقطار، بتكسي ولا اي حاجة. بص هندبر هندبر هنشوف. اوعى تكون هتروح ماشي. شوف الدنيا ماشية كيف. انت لو قلت لي راح على اخوخ اه يا عم وهنا. هنا مش اخوخ اه هنا. هنا مش غوغاء. غوغاء؟ اه. اه يا عم. يا ابني انا مش اشتغل.